Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan kita pada fasa yang kedua, malam yang ke 14 tarawih Ramadan, puasa yang ke-13. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberkati sepanjang Ramadan kita dan memberikan satu keberkahan hidup sepanjang Ramadan dengan penuh ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bacakan tahlil, kita khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada isteri Rasulullah, seluruh para sahabat dan tabi'in, para pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khususkan kepada almarhum Razak binti Hamidah, Mahija binti Alus, Abdul Rahman bin Ismail, Rafi'ah binti Mat, Din bin Thamir, Rahmah binti Mat, Udin bin Asal, Yusuf bin Kidam, Latifah binti Saleh, Muhammad Nur, Abdul Majid, Haji Talib, Sepiah binti Taib, Karimah binti Sulaiman, Omar bin Hussein, Minah binti Ibrahim, Faizal bin Famli, Syekh Muhammad Azim bin Syekh Kamaluddin, Din bin Sirah, Osman bin Omar, Ramli bin Din, Johari bin Jaafar, Rosnah binti Ismail, Gudang bin Majid, Idrus bin Gudang, Nur Syifa Auni binti Yaakob, Aminah binti Ali, Abdul Rahim bin Naidah, Sakinah binti Muhammad Ali, Rokiah binti Ali, hamba Allah, wa auladihi wa azwajihi wal muslimin wal musliman anna Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa askamul jannah wa yafaj'al muslimin wa tumlana wa lakum milahu husna fi khairin wa lutfin wa afiya ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أفضل الذي توفى علم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها ونهي عليها لم يمكن إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم كمين ينكن يا الله pahala bacaan yang kami bacakan tadi ya Allah kami khususkan kepada nama-nama arwah yang kami sebutkan tadi ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terimalah amal kebaikan mereka ya Allah, masukkanlah mereka dalam syurga-Mu ya Allah. Dan penyumbang juga ya Allah, Engkau ampunkan dosa mereka ya Allah, Engkau berikan taufik hidayah tambahan kepada mereka ya Allah. Kau kuatkan jiwa mereka ya Allah, istiqamah dalam amal ibadah-Mu ya Allah, dan Kau matikan mereka dalam husnul khatimah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلي اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال المتابعة له ظهرا وباتا في عافية وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعوان في أسمانك اللهم تحياتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.